طبعا تتمتع هاي المناطق وخاصة مدينة الرقة بموقعها الجغرافي البعيد عن التوترات السياسية والتوترات العسكرية اللي ما جعلها قبلة لكثير من السوريين، بحيث اليوم يتجاوز عدد سكان المدينة 3.5 مليون نسمة. نحن كأصحاب التجارات في الرقة كمنشآت لاحظ في الأوان الأخيرة اللي هي 4 سنين ازدهرت مدينة الرقة، أنه صار بيها ازدهار تجار ورؤوس أموال كبيرة. احنا جعل نلاحظ أنه صار بيها شغل، قامت تشتغل المدينة، قامت تزدهر لأنه صار بيها نسبة أمان قوية، نسبة أمان وتصدير. اليوم التاجر يقدر يصدر ويستورد من برا البلد، من أربيل، من برا، من غيره. طبعا نحن اخترنا مناطق شمال شرق سوريا، طبعا نسبة الأمان عالية الحمد لله، ما في مشاكل، ما في معوقات نهائيا، يعني طبعا أمان وما تخاف من شيء، عارف شلون. وبالنسبة لجلب المواد الأولية كمان سهل، عارف شلون، يعني مفتوحة علينا من العراق، مفتوحة علينا من طرف الحكومة السورية، مفتوحة علينا من طرف الحر، فالمواد الأولية كلها سهل الحصول عليها، عارف شلون، وسهل استيرادها.